مشاهدينا، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن إلى أين يسير هذا التصعيد والتوتر بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أننا نحن أمام مسلسل تصعيدي، وواضح أن كوريا الشمالية تتحدى الإرادة الدولية بقدر ما تتحدى إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها واضح أنها الآن تتحدى شخص الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يعني يود أن يستعيد هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، يود أن يستعيد مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، ويود أنه يعيد السعي إلى ما قبل أوباما الذي كان مهادنا بما فيه الكفاية. فأعتقد نحن أمام سيناريو تصعيدي، ليس فقط على صعيد مزيد من العقوبات الدولية ومزيد من مقاطعة كوريا الشمالية، وربما يعني إن استمرت هذه الحماقات التي نراها بشكل أسبوعي وبشكل شهري من كوريا الشمالية، ما نستبعد أسوأ الاحتمالات وهو ربما التصعيد العسكري أيضا. طيب نقف عند هذه النقطة دكتور عبد الخالق. بحسب مراقبين عسكريين أمريكيين وكوريين جنوبيين، فإن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية. هنا هل يمكن أن تخطو كوريا الشمالية هذه الخطوة فعلا؟ وإن فعلت، على ماذا العالم مقبل دكتور؟ يعني حتى الآن أثبت أنها قادرة أنها تطور منظومة صاروخية تصل إلى ألاسكا، إلى قواعد أمريكية. فأعتقد أنه هذا التصعيد المستمر أكثر تقنيا فنيا تكنولوجيا، يبدو لدى كوريا الشمالية قدرات لكي تطور منظومتها الصاروخية إلى أن تصل الأراضي الأمريكية. وفي هذه الحالة ليس أمام ترامب وليس أمام أمريكا سوى ضرب هذه القدرة التهديدية في عقر دارها كي لا تصل إلى مشارف الولايات المتحدة الأمريكية. أما لماذا تود كوريا أن تستفز كوريا الشمالية طبعا تستفز الولايات المتحدة، ولماذا تود الآن؟ هذا سؤال حقيقة أيضا عصيا على الجميع فهمه. ويبدو أننا يعني متجهون نحو هذا التصعيد العسكري. أوباما لن، قصدي ترامب، لن يسمح بمثل هذا الاستفزاز الذي بلغ أقصى مدى حتى هذه اللحظة. نعم دكتور، أنت حدثنا على الصعيد العربي تحديدا موقف الإمارات إنهاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية في كوريا الشمالية، كيف تقرؤون هذا الموقف وعلى ماذا يدل؟ أولا الإمارات تنفذ قرارات أممية، قرارات المجتمع الدولي، بأن هناك الوقت قد حان لمقاطعة كوريا على كافة المستويات الاقتصادية والدبلوماسية. فقرار الإمارات اليوم قطع كافة علاقاتها، وقرار وقف تأشيرات وتراخيص لشركات وأفراد، هذا يأتي ضمن التزام دولة الإمارات بقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تطلب من جميع دول العالم وقف كافة علاقاتها مع كوريا الشمالية. وفي هذا يعني الإمارات دائما سباقة في هذا التعامل الحاسم مع دول مارقة ككوريا الشمالية، فليس هناك من جديد سوى أن الإمارات تلتزم بقرارات دولية. وهل يمكن أن نتوقع مثل هذا التعامل الحاسم كما أسميت حضرتك من دول عربية أخرى، بالتحديد يمكن أن تكون خليجية مثلا؟ أتوقع ذلك، لأنه هناك عمال من كوريا الشمالية في 4-5 دول خليجية حاليا، في الكويت، في عمان، في الإمارات، وأعتقد في البحرين، بما لا يقل عن 15,000 عامل كوري شمالي. هؤلاء ليسوا عمال، هؤلاء موظفون لدى الدولة الكورية، وهؤلاء يرسلون بالعملة الصعبة إلى كوريا. فمن باب أولى وقف كل ذلك، والإمارات سباقة. أتوقع بعد ذلك ستكون الكويت وربما دول خليجية أخرى لقطع هذا الجزء البسيط واليسير الذي يدعم الميزانية الشمالية التي توظف
صواريخ باليستية. شكرا. إلى الأمن والسلام العالمي. شكرا جزيلا لك. حدثنا من دبي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات.